دقيقة 44 ها؟ الدقيقة 44 الهدف لا يجي بس حتى المخرجين يناظرونك يا موسى. وحقة خالد مسعد ايش فيها؟ وش هي؟ ماسك اوترتيت هي حلوة جديدة يعني شوف اثبت ان المهارة هنا المهارة هنا فعلا المهارة كذا ماسك المهارة هو خالد كنت بتقول اعطوني دقيقتين او دقائق قصة بقولها ليوسف اي روح والله اعطيها يوسف هذه سالفة صارت جالس مع الوالد فعاد بعد الغداء على قولكم نحن نقول الحبحب انتم تقولون الجح ضربنا الجح والله لا بطيخ لو سمحت صلى ها بطيخ بطيخ مش جح المدار وجالسين والله الوالد طلع السالفة قال في واحد يده بعيد عنكم يده مقطوعة بيد واحدة يوم مر على ربع كذا وعندهم زواج ما اسمع الا هذه الطيران شغالهم الرجال مستحي انه يخش معهم والله بعدين عاد قال الا اشوف الرقص يوم جاء كذا يناظر الا ذاك اللي بلا يدين يرقص في نص صف الرجال ذا استغرب قال افا هذا بيدين مقطوعه ويرقص وانا اللي بيد واحده ومن خش مستحي ابغى اروح اشوف ايش السالفه والله يروح يغير عليه في نصه معاه قال له يا اخي ابغى اعرف انا بيد واحده ومستحي من اول جالس هناك وانت بيدين وجالس ترقص في نصهم قال ايش اخدير عني ابغى احد يحك ظهري تحس انه يرقص خليك مفتاح غريب يا شيخ